قافزة.com منصة إلكترونية جديدة موجهة للحرفيات الراغبات في توسيع سوقهن والتشهير بمنتجاتهن. فكرة قافزة.zed في 2016 مع أصدقاء ان بروجي وين اللي جا باش يحل مشاكل تاع النساء المقاولات ولا اللي عندهم مشاريع في الحرف او في الخدمات. هضرنا مع نساء اللي عندهم مشاكل في التسويق او التوصيل او تحصيل الاموال تاعهم، والفكره عجبتهم وفوالا بدينا معاهم لي فورماسيون، نعلمهم كيفاش يحلوا لا بوتيك تاعهم اونلاين، كيفاش يزيدوا لي برودوي تاعهم، وكيفاش يجيريو لي كوموند تاعهم كي يلحقوهم ان سيتو. تاتي هذه المبادره في ظرف تجاري صعب، انهك عاتق الحرفيين لنقلهم من ممارسه تجاريه تقليديه الى السوق الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي. هذه قفزه سي همزه تواصل بيننا وبين لي كليون. هنايا عندنا اتوليي نخدموا فيه لا سيراميك. لو بروبليم كي سبو سي حنايا ما عندناش بوان دو فونت، ما عندناش ماغازان باش نبيعوا السلعه ديالنا، سكي في كو هذه دوكاتيك قفزه فرصه لينا باش نبيعوا لو برودوي تاعنا هنايا سور لو تيريتوار ناسيونال. هذا الفضاء الجديد من شأنه أن يقدم دفعا لنشاط الحرفية الماكثات بالبيت من جهة، وللموروث الثقافي المادي من جهة أخرى.